بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هذا إن شاء الله حيكون آخر محاضرة في الفصل الثالث، واللي فيها موضوعين. الموضوع الأول هو الـ internal conversion، التحول الداخلي، والموضوع الثاني هو السلاسل الإشعاعية. نبدأ بموضوع التحول الداخلي. كما أوضحنا سابقا، فإن النواة المثارة تفقد طاقتها ببعث أشعة جاما. طبعا احنا اتفقنا في المحاضرات السابقة انه النواة المتهيجة حتى تتخلص من طاقة تهيجها راح تبعث جسيمات نووية، قد تكون الفا، قد تكون بيتا، قد تكون جاما، وهاي سميناها انماط الانحلال. ويتوقف او تتوقف عملية انبعاث اي نوع من هذه الانواع الثلاثة على مقدار طاقة التهيج. يعني ممكن تكون طاقة تهيجها وكتلتها كبيرة هذه النواة فتعطيني ألفا، ممكن تكون كتلتها أقل تعطيني بيتا، وهكذا. إذن حسب طاقة التهيج. لكن في بعض الحالات يكون فقدان هذه الطاقة بطريقة غير انبعاث أشعة جاما أو بيتا أو ألفا. يعني إذا هاي الطاقة غير كافية أن تبعث، أو هاي النواة طاقة تهيجها غير كافية أن تبعث جسيمات ألفا أو بيتا أو جاما، هناك طريقة أخرى نسميها التحول الداخلي. شلون هاي يتم عملية التحول الداخلي؟ بإعطاء جزء من هذه الطاقة إلى أحد الإلكترونات في المدار الذري الخارجي اللي هي الكي أو الال أو ام، ليسبب بعدها انبعاث الإلكترون من مداره. طبعا الإلكترون راح يأخذ هذه الطاقة فترتفع، يعني اذا كانت خصوص يعني اكيد راح تكون اكبر من طاقة ربطه بالمدار، فراح ينبعث هذا الالكترون من مداره وتتحول النواة نفسها الى مستوى طاقة ادنى، ويسمى الالكترون المقذوف بالكترون التحول conversion electron، لان جاي من عملية تحول داخلي، كما وتسمى العملية بالتحول الداخلي internal conversion. وتحسب الطاقة الحركية للإلكترون المتحرر من المعادلة التالية: TE تساوي لـ E جاما، هاي الطاقة التهيج الزائدة، ناقصا BE. BE هي طبعا طاقة ترابط الإلكترون، وتساوينا طبعا E initial ناقصا E final ناقصا BE. قلنا الـ E جاما لأي انبعاث هي E initial ناقصا E final. ان انطلاق هذه الالكترونات طبعا راح يترك فراغ في المدار الذي كان فيه، يترك فجوة. فاذا انطلق الالكترون من المدار كي مثلا، فهناك الكترون من المدار ال سوف يهبط الى المدار كي حتى يملأ هذا الفراغ. طبعا هبوط الكترون مثل ما نعرف بالذرية ماخذي بالمرحلة الثالثة، من يهبط الكترون من مدار مثلا اعلى الى مدار اوطى راح تنبعث أشعة سينية مقدارها أو طاقتها هو الفرق بين طاقة المدارين. إذا انطلق إلكترون من المدار كي، فهناك إلكترون من المدار L سوف يهبط إلى المدار كي ليملأ الفراغ، مؤديا لانبعاث أشعة سينية طاقتها تساوي الفرق بين طاقتي الإلكترون في المدار كي و L. هذا ما يتعلق بظاهرة التحول الداخلي. نجي على موضوع النشاط الإشعاعي الطبيعي اللي هو natural radio activity. ما طول قلنا نشاط طبيعي، إذن أكو نشاط صناعي من صنع الإنسان. فإذن عندنا نوعين من النشاط الإشعاعي: النشاط الإشعاعي الطبيعي اللي هو جاي من مصادر النشاط الطبيعية الموجودة بالطبيعة، والنشاط الإشعاعي الصناعي اللي جاي من المصادر المشعة اللي هي من صنع الإنسان. إذا راح نبدي بالموضوع نقول وهو النشاط، هسه راح نحكي عن النشاط الإشعاعي الطبيعي اللي هو النشاط الإشعاعي الذي تظهره النويدات المشعة الراديو نيكلايدز المتولدة طبيعيا والتي ليس للإنسان يد في توفيرها، يعني أصلا موجودة بالطبيعة. ويعد هذا النوع من النشاط مهما لكونه موجودا في الكون مع تكون الكرة الأرضية، حيث أصبح الإشعاع الطبيعي مؤشرا على تواجد نظائر مشعة ناتجة عن سلسلة من الانحلالات تحدث للنواة الأم، بالإضافة إلى كونه مقياسا لكمية هذه النظائر المشعة. إذن وجود هذا الإشعاع الطبيعي ينطيني فد مؤشر أو إنديكيتر نسميه، أو فد دليل
على أنه هناك سلسلة من الانحلالات أو سلسلة من النشاط الإشعاعي لنواة معينة موجودة بالطبيعة، تبدي بنواة أم وتنتهي بنظير مستقر، وهذا ما أخذناه في موضوع الطريقة الثانية لإنتاج النظائر المشعة اللي سميناه الانحلال المتسلسل المتشعب، أنه إحنا أخذنا بوقتها أبسط حالة اللي هي نواة أم تنطيني نواة وليدة وتنتهي بمستقرة، يعني نواتين، لكن بالحقيقة هي سلسلة من الانحلالات. تتعرض جميع الكائنات الحية إلى كمية معينة من الإشعاع الطبيعي، يعني إحنا كنا معرضين إلى كمية من هذا الإشعاع على شكل جسيمات وإشعاعات كالأشعة الآتية من الفضاء الخارجي، الأشعة الكونية المنبعثة من المجرات والشمس أثناء الانفجارات الشمسية التي تدعى بالأشعة الكونية الأولية. طبعا أشعة كونية أولية عندنا، وهي من توصل إلى الغلاف الجوي راح تتفاعل ويا الجسيمات الموجودة وتتحول تنتج لنا جسيمات أو جسيمات أو أشعة كونية ثانوية، لكن هاي قسم منها يصل وقسم منها لا يصل. بالإضافة إلى أن هناك مصادر مشعة طبيعية أرضية يعني موجودة أيضا بالتربة وغيرها وبالقشرة الأرضية كالأشعة المنبعثة من النويدات المشعة الطبيعية البدائية الموجودة في القشرة الأرضية التي أغلبها تعود لسلاسل النشاط الإشعاعي الطبيعية الثلاثة، وهي سلسلة اليورانيوم 238 والثوريوم 232 والأكتينيوم 235 ونظائر العناصر غير الموجودة ضمن هذه السلاسل مثل الكي والأربي والفناديوم وغيرها من المصادر. زين، رح نيجي على المتسلسلات النشطة إشعاعيا اللي قلنا هي عندي عبارة عن ثلاثة طبيعية موجودة، والرابعة من غير الممكن أن تكون موجودة لكن تم إنتاجها، يعني ممكن إنتاجها مختبريا. إذا المتسلسلات النشطة إشعاعيا شنو نقصد فيها؟ نقول هي نواة ثقيلة تنحل إلى نواة وليدة، هي بدورها نواة مشعة تنحل إلى نواة أخرى نشطة إشعاعيا، يعني نواة أم تنطيني نواة وليدة مشعة وهي أيضا تنطيني نواة وليدة مشعة وهكذا، حيث تستمر هذه العملية لعدة أجيال حتى تستقر في النهاية إلى نواة مستقرة. حتى وإحنا قلنا أخذنا أبسط الأمثال أنه نواة أم تنطيني نواة وليدة وتنتهي بنواة مستقرة، هاي أبسط حالة بالنسبة للمتسلسلات. زين، حيث تنحل هذه النواة بانبعاث جسيمات ألفا وبيتا وغاما، يعني هاي السلسلة الإشعاعية ممكن هاي النواة من تنحل إلى نواة جديدة وليدة، ممكن تبعث ألفا وتنحل، ممكن تبعث بيتا وتنحل، ممكن تعطيني غاما وتنحل. في انحلال ألفا يتغير العدد الكتلي اللي هو عدد النيوكليونات الأي بأربع وحدات، هاي نعرفها، ويتغير العدد الذري زت بوحدتين. وفي انحلال بيتا لا يتغير الأي. شنو معنى لا يتغير الأي؟ احنا اتفقنا انه كل النواة الأم والنواة الوليدة في انحلالات بيتا الثلاث هي كلها ايزوبارات، يعني الأي مالها ثابت ما يتغير. اذا في انحلال بيتا لا يتغير الأي على الإطلاق، اما العدد الذري الزيت فيتغير بزيادة او نقصان وحدة واحدة حسب نوع انحلال بيتا. طبعا انحلال بيتا السالب يزيد لنا العدد الذري بمقدار واحد، انحلال بيتا الموجب اللي هو البوزيترون يقلل لي العدد الذري بمقدار واحد، قنص الالكترون كابشر ايضا يقلل لي العدد الذري بمقدار واحد مع بقاء العدد الكتلي ثابت. اما انحلال جاما فلا يتغير الاي والزيت، وهي حكيناها بانحلال جاما، قلنا انه انحلال جاما من تنحل النواة الام المتهيجة الى نواة مستقرة ببعث اشعة جاما فهو يبقى عندي نفس العنصر، لكن طاقة التهيج ما تدى يتخلص منها ودى يتحول الى عنصر مستقر، لذلك ما يتغير لا الاي ولا الزت. طبعا من نقول الزت ما يتغير معناه بقى نفس العنصر، من نقول الزت تتغير معناه صار عندي غير عنصر، نعم متفقين عليها. ان جميع العناصر المشعة الثقيلة يمكن ان تتوزع على اربعة سلاسل انحلال مستقلة بعضها عن بعض وتكون ذات اعداد كتلية هي 4n+3 و4n+2 و4n+1 و4n، حيث ان عدد صحيح، ويبين الجدول ادناه بعض مميزات سلاسل انحلال العناصر الثقيلة.
الآن سلسلة اليورانيوم، سلسلة اليورانيوم اللي هي يورانيوم سيريز، تبدأ هذه السلسلة بعنصر اليورانيوم 238 الذي هو النواة الأم البيرنت، يعني إذا الرأس هذه السلسلة أو الهرم، رأس الهرم هو اليورانيوم 238، وقدرت وفرته في الطبيعة بمقدار 99.2% من اليورانيوم الطبيعي، وعمر النصف إله هو 4.47 × 10^9 سنة. تعاني نويدات هذه السلسلة العديد من الانحلالات ببعث ألفا أو بيتا، ويصاحب معظمها انبعاث جاما. إذن أغلب نويدات هاي السلسلة هي تطين، ليش تطيني ألفا؟ لأن قلنا هي شنو، نواة ثقيلة. تضم السلسلة 16 نظيرا تتراوح أعمار النصف لها بين الثواني ومئات الآلاف من السنين، يعني ممكن بعض النويدات التابعة لهذه السلسلة يكون عمر النصف إلها بضع ثواني وقسم منها مئات آلاف من السنين. طبعا كل ما قلنا عمر النصف قليل كل ما تكون أقل استقرارا، يعني تتلاشى تنحل بسرعة، وكل ما كانت يعني أقصد الوفرة مالتها، الوفرة كل ما كان عمر النصف قليل كل ما كانت وفرتها قليلة، والعكس صحيح. حيث تعاني العديد من الانحلالات لتنتهي بالنظير المستقر الرصاص 206، إذا تنتهي لنظير الرصاص 206، وتحسب أعداد النيوكليونات من القانون 4N+2. هاي شنو 4N+2؟ حيث N عدد صحيح يميز أعداد النيوكليونات لنظائر هذه السلسلة، والذي يقبل القسمة على 4 والباقي 2، يعني أي نظير أو أي عنصر من عناصر هاي السلسلة إذا أخذ العدد الكتلي ماله وأقسمه على 4 فرح يبقى 2. فإذا أقول الصيغة لهذه السلسلة هو 4N+2، 4N+2. فإذا يجيك سؤال مثلا وانطاك مثلا انطاك نظير أو انطاك عنصر ويقول لك اثبت أن هذا العنصر مثلا ينتمي إلى سلسلة اليورانيوم 238، شلون أثبت؟ أنه أخذ العدد الكتلي أقسمه على 4، إذا بقى عندي 2 أقول إذن هذا هو ينتمي لهذه السلسلة، وهكذا. الآن سلسلة الثوريوم، ثوريوم 232 هو النظير الأم الأول في هذه السلسلة، يعني هو رأس الهرم اللي تبدي به السلسلة، والعمر النصف إله هو حوالي 14.1 × 10^9 سنة، وفرته في الطبيعة 100% ويوجد في الطبيعة بتراكيز قليلة. تبدأ السلسلة بنظير الثوريوم 232 وتعاني العديد من الانحلالات لتنتهي بالنظير المستقر الرصاص 208. لازم نفرق، سلسلة اليورانيوم 238 انتهت في الرصاص 206، بينما سلسلة الثوريوم راح تنتهي بالرصاص 208. تحسب أعداد النيوكليونات من القانون 4N، حيث تكون عددا صحيحا يميز أعداد الكتل لنظائر هذه السلسلة. هناك ايش قلنا بالسلسلة الأولى، الصيغة مالتها 4N+2، يعني أي عنصر منتمي لهذه السلسلة أخذ العدد الكتلي ماله أقسمه على 4 راح يبقى لي 2. سلسلة الثوريوم أنه من قسم على 4 ما يبقى عندي باقي، فأقول هاي صيغتها هي 4N، حيث الN عدد صحيح. زين، سلسلة الأكتينيوم، اليورانيوم 235 هو النظير الأم الأول في هاي السلسلة، يعني رأس الهرم هو اليورانيوم 235، وعمر النصف إله هو 7.04 × 10^8 سنة، وفرته الطبيعية 72%، وتبدأ السلسلة باليورانيوم 235 الذي يعاني العديد من الانحلالات وتنتهي بالنظير المستقر للرصاص اللي هو 207. شنو صيغة هاي السلسلة؟ هي 4N+3. نفس الشيء أخذ أي عنصر من هاي السلسلة، إذا أخذ العدد الكتلي ماله أقسمه على 4 رح يبقى لي 3، فإذا 4N+3. الآن إذا يجيك سؤال مثلا ويقول لك يا بنطاك عنصر، انطاك عنصر وقال لك اثبت لي هذا العنصر لأي سلسلة ينتمي، السلسلة اليورانيوم ثوريوم الأكتينيوم، فأنت مثل ما قلنا هي الطريقة تأخذ العدد الكتلي تقسمه على 4 والباقي العدد الباقي هو اللي يحدد لك، هو اللي يحدد لك نوع السلسلة. هذا الرمز أو العفو هذا الجدول هو ملخص لهذه السلاسل
عندنا ثوريوم رمزها 4N، والعنصر أطول عمراً ثوريوم 232 عمر النصف إلى هلقد، النواة النهائية المستقرة الرصاص. يورانيوم 4N زائد 2 تبدأ بيورانيوم 238 وتنتهي بالرصاص 206. الأكتينيوم 4N زائد 3 تبدي باليورانيوم 235 وتنتهي بالرصاص 207. الآن عندنا السلسلة الوحيدة اللي هي غير موجودة بالطبيعة، اللي هي سلسلة النبتونيوم، اللي هي 4N زائد 1. 4N زائد 1 ليش هاي ما موجودة بالطبيعة؟ يقول إن سلسلة، هتخاف يجيك تعريف أو تعليل لماذا، طبعا هنا بالجدول كانت فيها البنتونيوم هو نبتونيوم الام بي. ملاحظة ان سلسلة النبتونيوم اللي هي 4N زائد 1 لا يمكن ان تكون موجودة في الطبيعة، وذلك لان عمر النصف للعنصر الاطول عمرا فيها هو فقط 2.14 في 10 القوة 6 سنة، يعني عمرها النصفي هو اقصر من الاعمار السلاسل الاخرى، فهي تضمحل يعني من غير ما موجودة بالطبيعة، يعني تضمحل أسرع من باقي السلاسل، لكن من الممكن إنتاجها بالمختبر، وذلك بتشعيع اليورانيوم 238 بواسطة النيوترونات البطيئة. من أقول تشعيع يعني أسقط نيوترون على نواة هدف وأخذ منها بعض النتائج، يعني أسوي تفاعل نووي، أسوي نيوكليير رياكشن، تفاعل نووي. إذن أقصفها بنيوترونات بطيئة حسب التفاعل فينطيني يورانيوم 239، لكن متهيج ينحل ببعث بيتا السالبة إلى النبتونيوم 239، وهذا بدورة أيضا متهيج راح يبدي ينبعث وينطيني سلسلة إشعاعية. إذن هاي السلسلة اللي هي 4N زائد 1 سلسلة النبتونيوم، هاي السلسلة الوحيدة اللي ما ممكن أن تكون موجودة بالطبيعة، لكن يمكن أن ننتجها مثلا إذا توفرت ظروف معينة مختبريا من خلال التفاعل اللي دشوف معادلته قدامنا. هذا بهاي المحاضرة وبهذا الفيديو نكون قد أنهينا الفصل الثالث إن شاء الله، ورح يكون هناك بعض التمارين أيضا الواجب على هذا الفصل حتى أن نركز المعلومات اللي أخذناها أكثر، وأيضا راح تكون عليها درجات تضاف إلى درجة السعي السنوي. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا.